الليسون بقى التالت عندي هنا بقى في يونت 2 بيتكلم على ايه؟ على حاجه اسمها الموشن. الموشن هناخد ثلاث حاجات في هذا الليسون: الموشن وريليتيف موشن كونسبت، مفهوم الحركه النسبيه، ثم التايب اوف موشن. اول حاجه الموشن، ايه الموشن ده؟ الموشن يا جماعه ان الجسم اللي عندي البوزيشن بتاعه بيتغير فروم وان بليس تو انذر باي تايم باسز. لما الوقت يمر وابدا ابص الاقي موضع الجسم اتغير من مكان الى مكان اخر، اقول ان هذا الجسم في حاله موشن، في حاله حركه. تمام. تاني حاجه، الحركه ديت اي جسم بيتحرك لازم يكون له سرعه، ممكن السرعه تزيد ممكن السرعه تقل، بس له سرعه. يبقى الموشن هنا تشينج ذا بوزيشن فروم وان بليس تو انذر باي ذا تايم باسز، بمرور الوقت. اهو شوف هنا بقول لك ايه، ذا اوبجكت بوزيشن تشينج باي ذا تايم باسز اكوردنج تو ذا بوزيشن اوف انذر اوبجكت، وي كان سي ذات ذا ستيت اوف موشن. يبقى اي جسم مكانه بيتغير بمرور الوقت، هو طبعا قال لك according to a position of another object، هقول لك دي معناها ايه، بس الاول افهم بما ان البوزيشن بتاعه اتغير من one place to another، يبقى انت كده بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على جسم بيتحرك. اي جسم بيتحرك له سبيد، سواء كان بيتحرك بحركه سريعه حركه بطيئه، ما دام اتحرك يبقى له سبيد. تعال نعرف ايه السبيد بقى. السبيد عباره عن ايه؟ It is the distance covered by an object in a unit time. ايه يعني بقى الكلام ده؟ انت يا سير قلت لي انا رايح القاهره، طيب يا ابني رحت القاهره في قد ايه؟ قال لي انا رحتها في ساعه. اقول له اه خلي بالك بقى، المسافه بين كفر الشيخ والقاهره تقريبا 150 كيلو. انت رحتها في ساعه، يبقى كده هعمل 150 150 ديفايد 1 ايكوال 150 كيلو متر بير اور، يبقى انت ماشي بسرعه 150 كيلو متر في الساعه. يبقى انا عندي السبيد هي عباره عن السبيد، السبيد عباره عن المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن. يبقى it is the distance covered by object in your time، في ساعه ممكن في دقيقه ممكن في ثانية، المهم هي وحدة التايم دي بسميها السبيد. أي جسم يا جماعة بيتحرك زي ما قلت لك له سرعة، قد تكون السرعة كبيرة ماشي بسرعة عالية، قد تكون السرعة قليلة ماشي بسرعة بسيطة، في الحالات دي كلها له سبيد. طيب السبيد دي بتقاس بإيه؟ بتقاس بوحدة اسمها متر بير سكند. متر بير سكند يعني متر لكل ثانية، على أساس إن المسافه تقاس بالمتر والتايم اللي هي يونت اوف تايم دي تقاس بالسكند. يبقى انا عندي حاجه اسمها يونت تايم، كلمه يونت تايم يعني وحده الزمن، يبقى لازم يكون الديستانس بالمتر والزمن بالسكند. طيب السؤال الثاني بيقول وات مينت باي، ماذا يقصد به ان السبيد اوف ان اوبجكت ايكوال 20 متر بير سكند. خلي بالك بقى من كلمة 20 متر بير سكند دي، معناها إن هذا الأوبجيكت بيعمل 20 متر 20 متر في كل ثانية. يبقى سرعة الأوبجيكت دي معناها إن هذا الأوبجيكت بيعمل 20 متر في كل ثانية، 20 متر in each second، هو ده يا جماعة السرعة اللي الجسم بيمشي بيها 20 متر في الثانية. يبقى معنى كده لما اقول لك وات مينت باي، انت سيادتك كل اللي هتعمله ان انت هتفك السرعه. افكها ازاي؟ اقول له معناها بيمشي ادي ال 20 متر اهي في كل ثانيه. يبقى this means that the object cover distance مقدارها 20 متر في كل ثانيه in each 1 second. تمام يا جماعه كده؟ ده معنى ان السرعه الجسم ماشي بهذه السرعه. طيب تعال نشوف بقى وات از ذا ريليتيف سبيد. كلمه ريليتيف سبيد السرعه النسبيه. ايه السرعه النسبيه دي؟ السرعه النسبيه معناها سرعه حد بالنسبه لحد تاني. تعال نشوف كده الحالات اللي انا
بيبقى فيها السرعه ريليتيف، سرعه نسبيه. شو بيقول لي ايه بقى هنا؟ The relative motion concept، مفهوم الحركة النسبية. يعني إيه؟ يعني حركة حد بالنسبة لحد تاني. تعال نشوف مع بعض كده. أول احتمال، if you are in moving car and another car moving beside you، مش كده وبس، in the same direction by the same speed، ماشي معاك في نفس المسافة بنفس في نفس الاتجاه بنفس السرعة، يبقى ايه؟ طبعا هنشوف العربيتين كأنهم في حالة الريست. You will imagine that the two cars stop. وده بتحصل يا جماعة لما نكون ماشيين على الطريق وتكون عربية ماشية جنبينا بنفس السرعة، بيسأل على حاجة، بمثل بيقول لك أنا عايز أفك فلوس، تلاقي العربيتين ماشيين جنب بعض بنفس السرعة في نفس الدايركشن، كل عربية تحس التانية كأنها واقفة. كل كار تحس التانية كأنها واقفة. وهنا نقول إيه؟ نقول إن الريلاتيف سبيد أو الريلاتيف موشن إيكوال زيرو. يبقى السرعة بتاعت كل واحد بالنسبة للتاني هتساوي صفر. يبقى كل واحد هيشوف التاني كأنه واقف. هو مش واقف، ولكن كأنه واقف. ليه؟ لأن لما يكونوا ماشيين في نفس الدايركشن بنفس السبيد تبقى ذا ريليتيف سبيد، السرعة النسبية بتاعت كل واحد للتاني بتساوي زيرو. تعالى مع بعض كده نمسك مع بعض كده الاحتمالات دي كلها. خليك معايا، في جسم واقف، حد واقف وحد تاني بيتحرك كده بسرعة 100 كيلومتر بير اور، وحد اللي بيتحرك كده بسرعة 100 كيلومتر بير اور، وحد تاني بيتحرك كده بسرعة 100 كيلومتر بير اور، وحد تاني بيتحرك لحظة اهو كده بسرعة 30 كيلومتر بير اور، وحد تاني بيتحرك ولا بيخلي كفاية كده. طيب عشان بس ما اصعبش الموضوع، اللي هو في حالة الريست ده هيشوف كل واحد من دول ماشي بسرعته الطبيعية. يعني هيشوف ده ماشي بسرعه 100 وده ب 100 في اتجاه العكس، ده برضه في 100، ده بايه؟ ب 30. طب تعالى نشوف بقى ايه 1 بالنسبه ل 2. خلي بالك بقى 1 ماشي كده و2 ماشي العكس. 1 هشوف 2 ماشيه ازاي؟ بسرعه 200 كيلو متر بالاور. الله، ليه؟ وده بيحصل لما تكون سيادتك ماشي على الطريق وعربيه تانية ماشيه في الاوبوزيت دايركشن، اول ما تمر عليك تلاقيها خارجه او ماشيه جنبك كانها صاروخ. ده ليه؟ لان السرعه النسبيه هنا هتساوي مجموع السرعتين لما يكون ماشي في الاوبوزيت دايركشن. طيب تعال نشوف كده الكار 1 والكار 3. 1 دي و3 ماشيين في نفس الاتجاه، لو كانوا ماشيين في عكس الاتجاه هبلس، لكن لو ماشيين في نفس الاتجاه هماينس. يبقى ده بسرعه 100 وده 100 زيه، يبقى هيحس كل واحد كان التاني واقف ساكن، ودي بسميها ذا ريلاتيف سبيد. تعال نشوف بقى بالنسبه ل 3 و4، الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه بس سرعة 3 100، سرعة 4 30. شوف بقى اللي يحصل ايه؟ 3 ده هيشوف 1 كأنها موف باكورد، كأنها بترجع لورا بالفرق اللي هي 70. طب 4 هيشوف 3 ازاي؟ كأنها ماشية لقدام برضه بالفرق. يبقى في حالة لما يكون ماشيين في نفس الدايركشن بماينس السرعتين، في عكس الدايركشن بابلس السرعتين. ده بقى اللي قاله لي هنا بقى هنا، قال لي ايه؟ لو كانوا ماشيين في نفس الدايركشن بنفس السبيد كل واحد هيشوف التاني كانه ستوب. طب لو كانوا ايه؟ اف تو كار موف بيسايد اذر كار، يور كار موف ان هاير سبيد اند ان ذا سيم دايركشن، هتحس كان الكار دي راجعه لورا اهو، كانها ماشيه جوز باكورد. تمام. طب العكس صحيح، لو انت عربيتك واقفه وعربيه تانية ماشيه جنبك سريعه هتحس انها ماشيه ان فورورد.
طيب